في مدرسة يعني تقول بأن الفن ممكن تعلمه واكتسابه، وهناك مدرسة تقول لا، الفن حصري وهو مرتبط بالموهبة ومرتبط بما يسمى بالgifted talent، الموهبة الفطرية التي أودعها رب العالمين، وهي عبارة عن ملكات متنوعة بتنوع البشر. وفي الحقيقة أنا أنتمي للمدرسة التي تصحح المدرستين في بعض جوانبهم. مثلا نحن نؤمن بأن هناك موهبة الرسم، موهبة الفن كأساس، كلبنة أولى ممكن تطويرها والصعود بها، لكن أيضا في نفس الوقت من المدرسة الأخرى نؤمن بأن الفن ممكن تعلمه، ممكن تطور، لأنه عبارة عن مجموعة من القواعد والأسس، ويضاف إليها الحس الفني والإبداع، ولكن في الحقيقة هو أيضا جانب منه، كثير منه هو عملية تعلم، عملية اكتساب مهارات، عملية احتكاك بخامات معينة، حتى الاحتكاك بجو الفنانين. فلذلك قد يكون الجواب على مثل هذا السؤال نعم، ممكن تطويرك أو اعتبارك كفنان إذا عملت بشروط معينة، وهو الدافعية العالية، المثابرة، تحديد حق معين دون غيره، الصبر، انتظار الوقت إلى أن تنمو هذه الموهبة وتتطور. وأيضا لا ننسى أن الآن الفن أصبح مرتبط بالسوق، مرتبط يعني حقول كثيرة من ضمنها التسويق، من ضمنها الإعلام، من ضمنها، فكل ما كان الفنان على وعي، هذا الفنان الذي ودي يعني تبني هذه الفكرة وتبني هذا المشروع مرتبط ومستفيد من هذه الحقول، كلما ساعد على تطوره وعلى نموه.